الرحمن الرحيم كابتن ايمن السيوي، طبعا بنبارك لك الفوز بالمركز الثاني وبنقول لك دوره موفقه ان شاء الله. وتحب تقول ايه للجمهور اللي كان بيتابعكم طول الدوره الرمضانيه بمركز شباب مدينه الدخله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بحيي كل الجماهير اللي حضرت النهارده مركز شباب الدخله عشان تحضر النهائي بين افريقيا الاتحاد وفريق المحترفين. صراحه كان مباراه هايله وكانت الجماهير رائعه، وطبعا انا بحيي منظمين الدوره، طبعا كابتن محمد حسن صالح، الاستاذ احمد السلوسي، وحكام الدوره كابتن احمد فوز، كابتن فندق، حماده جبالي، جميع حكام الدوره. بصراحه مش عايز انسى حد. وطبعا كان نهائي محترم ويليق بمانه الدوره في مركز شباب المدينه. يعني كابتن ايمن، احنا سمعنا ان حضرتك احد المرشحين لافضل حارس مرمى، ايه رايك في الكلام الدائر عن النقطه دي بالذات؟ طبعا زحمة، طبعا حته احسن حارس مرمى في الدوره دي توفيق من عند ربنا طبعا. وطبعا انا يعني برضو بحيي الكابتن اسلام منصور، يعني المنافس التقليدي بتاعنا طبعا. وطبعا اسلام ده كابتني برضو وراجل ليه احترامه وتقديره، وحارس مرمى محترم، وهو حارس مرمى نادي الدخله طبعا. وطبعا المنافسه بينه وبين اسلام طبعا بدات بالدور الثاني، يعني على فرق اهداف قليل قوي. بس انا طبعا سيبك بقى من حته احسن حارس دي، لان انا لو رشحت احسن حارس هقول انا واسلام منصور. احنا بنشكرك جدا كابتن، ونقول لك كل سنه وانت طيب، والف الف مبروك يا فندم. الله يبارك فيك. فرحت لك يا فندم. شكرا.